هلو، مرحبا بكم في فيديو جديد. باينه في اكسايتد للفيديو حيت راه ما يمكنش من شحال هادي. This is my dream video you guys. هذا فيديو كنت باغا نديرو من نهار بديت يوتيوب، ولكن obviously الامكانيات ما كانوش ديك الساعه، وهو حتى دابا راه ما كان حتى دابا ما كاينش شي امكانيات، ولكن قريت باش ما اعطاني الله. هاد الفيديو نقدر نقول ليه روم ميك اوفر اون ا بادجيت، حيت فريمون ما خسرتش بزاف ديال الفلوس، ولكن اون طون ما خسرتش شويه ديال الفلوس، يعني ما تزقرمتش. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو هذا الفيديو ما غاديش يكون غير روم ميك اوفر، غادي ندير حتى عرفتوك البيت الصغير. المهم غادي نردو بيت فيه ديكور اخر من غير الديكور اللي غادي ندير في بيتي، ديكور مختلف جدا باش هكا يكونوا عندي جوج ديال البلايص زوينين نقدر نصور فيهم بيتي، وهذاك البيت اللي غادي نردو غير الفيلمين غادي نخليه غير باش نصور فيه. يا الناس اللي ما عارفينش، انا كندير بزاف ديال فيديوهات في تيك توك وريلز، ريلز يلاه بديت فيهم ديال الحوايج ودير شحال من حاجه، ريكرييتين بينترست اوتفيتس، وكندير المهم اي ميك فاشن كونتنت، سو خاصني سيت اب يكون زوين. دكتي مبارك من الهضره بزاف، ونخليكم تفرجوا في الفيديو. انجوي. هلو، بليز ما تديوش على وجهي، نط لي حبوبه هنا، وحده هنا، وحده هنا، وحده هنا، ما عرفتش علاش يمكن غادي تجيني لا ريغل، اي دون نو، ولكن ماشي هذا هو موضوعنا. موضوعنا هو انني دابا خارجه نمشي لواحد البلاصه عندنا هنا في الرباط، ماشي في الرباط، لا سميتها الولجه، كيبيعوا فيها داكشي ديال الفخار، داكشي ديال الارتيزانا، بزاف ديال الحوايج، وفيها بزاف ديال الديكوراسيون زوينين. دونك يا هادي اول حاجه غادي نديروها باش نرد البيت زوين. عندي بزاف ديال الانسبو في راسي، عندي دي زيدي باغاهم، ولكن غنمشي ونشوف، ما عارفاش. المهم غنبي معايا بستامي، لقيت شي حاجه زوينه غناخدها، ما لقيت والو غنرجع ونقلبو بلاصه اخرى. ليتس جو. بغا ما نهضروش على الجو اليوم، الجو زوين. هادي باي ذا واي الوجه الناس اللي عمرهم ما شافوها، سوبر كيوت، سوبر استاتيك، فيها بزاف ديال الالوان، كيبيعوا فيها بحال داكشي الفخار واي حاجه بغيتو، داكشي ديال الارتيزانا، ديكوراسيون، كلشي كلشي. وشوف شحال الفن، الالوان، عرفتو بحال جيتو لشي انا نو شي مدينه اخرى. شوفوا ناديه كتجرب هذا الكرسي، نوضي باش نوريهم. شوفوا هذا دوغي، سوبر كيوت يو جايز. شوفوا هادي عجبها هذا، انا قلت ولكن ناخذ دابا داكشي اللي حنا محتاجين فريمون. ما تلقايش فين تحطيه، واعر كيحمق، ما تبقاش تلقاي فين تحطيه. صافي دابا شفنا المحبقه والكرسي، دابا بقات لي المرايه، غنشوف فين لقيت شي مرايه. هادي شحال زوينة كتولد. حنا خدينا كاع داكشي، المهم داكشي راه عندي هنايا، تنمشي للدار نوريه ليكم. وهذا الكرسي غادي يبقى الكفر هكا حيت داكشي كبير. اوكي غايس، طلعت هادوك بجوج، طلعت الكراسه بجوج، ودابا بقى ليا هاي، دابا بقى ليا الباص. اوكي غايس، نوريكم اول حاجه خديت هي هادي. شفنا لقينا بزاف ديال الالوان، بزاف حده من الشعر.
كنت باغا شي حاجه تكون شويه عاليه حيت هي البلونج اللي باغا ندير فيها هادي راه فيك باي ذا واي ماشي هي بصح سو كنت باغا شي وحده عاليه باش تزيد عليها فهمتوا خصني شي حاجه باش نعليها باش ما تجيش لداخل ولا جات صعبه لا جات بامار ياك جات بامار صراحه كنت باغا ندير لها شي حاجه المهم الفرشي ولا شي حاجه هنا وتجي هي هنايا فعاود ما تجي دابا هي حتى لهنا تجي هنا اجي بحال هكا زعما اما احسن هكا ولا هكا ولا هكا هزيها هزيها خاصها تكون هي طول مني صح صافي دونك حنا اصلا خارجين دابا شوي ونشوف اذا لقيت الفرشي ولا الخشب ولا شي حاجه نشريها شوية ثاني حاجة خديت هي هاد الكرسي سوبر كيوت قلت عاجبه قلت غادي ندير حتى ديجا عندي مرايا هكا طويله غادي تجي زوينه الاوتفيت هكا اوتفيت اون ذا داي في انستغرام قلت غادي يجي زوين ويجي زوين حتى الديكور من وين ما قلتش لكم الثمن هادي 140 قال لنا 160 وخلاها لنا 140 صافي ممكن تاوعوا وهذا ايماجينيو بشحال داك الشيء رخيص بزاف 200 درهم لايك شوفوا هذا سامبل عادي غير ديال الخشب ماشي حتى خشب داك اللي كيشبع الخشب في ايكيا ولا كيتايا تاخذوه ب 1000 وشي حاجه كرسي لايك كرسي خديته ب 200 انا وشوفوا شحال زوين جورجيس بزاف وثالث حاجه انا نوريكم نخليكم كونتاكت ديال الدري الا بغيتو تاخذوه عنده سميتو الياس تمشيو ظريف وباقي جاني يعني يتفاهموا معاه ويتفاهموا معاه جايز ثالث حاجة خديت زوينة بزاف شوف شحال زوين او ماي جاد عرفتو وكونفي كونفي في الجلسة زوين بزاف هذا غادي تصدموا الا قلت لكم الثمن ديالو غادي نشوف ب 450 ولكن هو اصلا شحال داير في كيتايا ولا ايكايا الا مشيتو ليها انا كنت شفتو في الرباط سنتر لقيته قليل ب 1600 درهم ولكن كان في الزق لا كان في الكحل شوفوا شحال ديال الفرق ويدير لكم الالوان اللي بغيتو جولد ارجنتي كاين واحد في دوري زوين واحد باغا ندير معاه عندي معاه مخد ملونين سو كيما بغات تكون المخده تجي معاه فهمتوني واش اللي كاين وخديت شحال من حاجه اخرى ولكن حتى الغدا عاد غادي نمشي ناخذها حيت بقاو تيسبوها ليا وتيديروا ليا لي بوتوش سو حتى الغدا ونوريكم داكشي اللي انا خفاخ هاي دابا حنا وي ار اون ذا هانت فور اش انا واقفه هنا وي ار اون ذا هانت فور حفيره كنا جايين في الطريق هنا الضحتن كنا جايين في الطريق لقينا واحد الحفيره بينك سو قلت غادي تجي زوينه مع داكشي اللي خديت سو دابا حنا راجعين او ماي جاد شوفوا ويندي شوف سناني ويندي ويندي كليت هذاك عرفتو هذاك الزعبول اللي كيكون بحال هكا احمر هو بحال التكستور ديال الزعبول فيه دوك العظيمات وكلشي ولكن كيدير واحد الجلاخه ما نعرفش كون عارفه كيدير جلاخه ولكن شحال هادي ما كليتو دونك كنت مشحياه هادي احسن من اي لبتنت ما كيتحيدش شوفوا جيت عند مول الزرابي والحصير شوفوا هاد اللون شحال زوين او ماي جاد انا هاي اللي بغيت حصيره بينك زوين هذاك الشيء اللون واعر مراو تاعك زوين طلع ليها طلع الطوموبيل انا شي دقيقه ولا جوج سو حنا دابا في وعلين واحد البلاصه بحال بريكوما جينا ناخدو سبراي هادوك واش كتصبغو في الحيط هادوك اللي كنا كاينين في تروازيام ايطاج نمشي نشوف واش كاينين دوك اللوان اللي انا باغا حيت هادو من بعد غادي تشوفو شنو غادي ندير بيهم لقيتهم اوكي سو خديت الصفر الزرق الاحمر وخدينا الجري حيت الجري على مود بزاف السيلفر
شوفوا شنو درت، هذا رديته هنا جا بيرفكت هنايا، ودابا ملي حيدته من هنا وهنايا البلاصه خوات المرايه ما غاديش تبقى تلم المرايه، غادي نحيدها نديها للبيت الاخر، حيت اصلا لقيت راسي ما كنستعملهاش كاع هنا. هنا الضو ما كيدخلش ليا بزاف، ماشي بحال البيت ديال اختي، هذاك البيت راه هو كضرب فيه الشوش النهار كامل. جايز انا جايه غير ناخذ داك داكشي اللي خليت البارح، واحد ثلاثه ديكورات صغيورين، صدقت شاريه واحد الدرقه كبيره ديال الخيش، صدقت شاريه واحد الكادر ديال المرايه والمرايه، ويا بزاف ديال الحوايج. ودابا غادي ناخذ فاز، حيت هذاك البارح زوين ولكن بغيت واحد سامبل باش مره نبقى نبدل الديكور. تقدروا تقولوا اوفيسيالمون فدنا الميزانيه. هلا شرينا الموكيت اللي شفنا البارح، هذا عندي رجلي في ريحة خيبة. شكرا. او ماي جاد، انا طلعت في الدروج بقى عيانة، شريت هذا الشيء كامل، ماما راهي هازه شي حوايج، انا ندخل للدار ونور. هاي سو حنا مش هكا كلك، انا مش هكا بصح معليش. بغيت نوريكم شنو خديت من الولجاء تاعي، نوريكم على داكشي اللي خديت البارح. او ماي جاد شحال دقيقه، داكشي اللي خديت البارح وكان كيتصبغ، خديت هادي حتى راه ثقيله بزاف، خديت هادي شامبينيون سوبر كيوت فيها الاحمر من هنايا، كانت كلها حالتها قديمه وهو عاود صبغها ليا. 11000 او ماي جاد حتى راه ثقيل. وخليت بحالها بحالها وهي صغيره عليها، وصبغناها بلورونج، كانت كلها بيضه وحنا قلنا له صبغها بلورونج، سوبر كيوت. سو هادو وحده بعضياتهم غيجيو زوينين، ما عرفتش فين، مازال ما عرفتش حتى شي حاجه فين نحطها، انا غير كنشري صافي. أو شنو هاي؟ لكم الثمن، هادو بجوج شريتهم ب 180 درهم وهادي ب 150، ولا ممكن تشترو معاهم يعني، ممكن يخليهم لكم بأرخص من هكا. سو هي هادي درقة سوبر كيوت، هادي حتى هي مازال معرفتش فيها نحطها، حتى هادو تجي زوينة ياك. خديت هادي محبقه، حيت المحبقه اللي خديت البارح جاتني ملونه بزاف، وبغيت يكون عندي شو بحال هكا سامبل، باش ماشي الا بغيت نبدل ولا الا بغيت نبدل. هادي خفيفه على سوبر كيوت. وهادي طن الابيض، عرفتو راه خفيفه بزاف، ماشي بحال هذيك ديال البارح ثقيله، هادي خفيفه سوبر كيوت. سو يا هادشي اللي، لا ماشي هادشي اللي خديت، ما نجيب داكشي الاخر. حاجه اخرى اللي خديت والو، ماما سقات فيها قالت لي والو تاخديها غتجيك زوينه، ايوا خديتها حيت هي اللي خلصاتها. شوفوا شحال كبيره، حتى هي درقه ياك. كاكتوس يا سوبر كيوت، كلها بهذا الخيش، قلت غادي تجي زوينه حدا الكرسي اللي خديت البارح اللي كان تا هو بالخيش، غادي تجي حداه زوينه. صايا هادشي ال... لا باقا الاخر، شنو باقي؟ طابي نسيت، وهي اليوم المرايه. انا جايه. اوكي صا خديت هادي، هادي نورمالمون كتباع غير بالكادر، فهمتو؟ ملي ديري المرايه غنبان انا، مي ديريها للفوق. ها فوالا. صافي هادي كتبع غير الكادر بالمرايه، وقلت له واش تقدر دير لي معايا، قالت لي قال لي عتنى 10 دقائق ونديرها لك. صافي قلت بلا ما ناخذها، ناخذ غير الكادر بوحدو ونمشي عند مول المرايه نقول له دير لي مرايه، هو دار كلشي كلها بالمرايه ديالها 170 درهم ياك، 170 سوبر كيوت. شوفوا شحال زوين وفيها هذيك منين نديرو المسمار. وهذه قلنا غادي تجي زوينه مع هذا الموكيت، ماما هادي شريناها هي الاولى، والموكيت عقلتو شفناه البارح فاش كنا غناخدو الزربيه غوز، وقلنا زوين، صو قلت معاه غادي تجي زوينه.
ومع هذا حيت نفس اللون ديال هذا ياك فاجي زوين اي ثينك مبقاش ليا فين نوقف الصقعة صافي خديت هذا سليليم عندنا بحالو في البوتيك خدامين وقلت خاصني بحالو انا طلعت للسطح جبت معايا انا نوريكم شنو جبت معايا غادي نصبغ هذاك السلوم سويا غنصبغو بالكري سيلفر حيت سيلفر على مود بزاف وقلت غادي يجي داك السلوم سيلفر زوين فوالا انا فرشت هذا وغادي ندير فيه فين السلوم كاع ما طلعتو ناديه طلعي معاك السلوم ياك وجبت هذا لايك هادو شريتهم من وعليل بحال قولوا لي بحال بريكوما راه البارح حاولت نجرب وحده وشوفوا باقي ليا داكشي في طفاري وعندي هادي كنت جابتها لي اختي من برا هير غليتر واحد السبراي فيها البريون كتقولوا لي كتسبرايو هكا على شعركم وكيبقى يبري بالليل دوك الناس ديال الحفلات والسهرات وداكشي ما انا كنت باغا باش نتصور بها سو قلت غادي تجي زوينه الا سبريت سلوم من الفوق من مور ما ندير هاد الكري لايك فهمتوني فهمتوا شنو بغيت ندير يا ربي طلع هادشي زوين عرفتي كيفاش غادي يجي مي لا خلطيه مزيان اوكي جايز سو صبغناه كامل ماشي كامل باقي هذا التحت حيت هذا ما كبيرش سويا غادي نستناو دابا ينشف من هنايا ومن بعد غادي نقلبوه ونصبغوا الجهه الاخرى وعاد من التحت ويلي لا علاش البومبه ديك الساعه كتنشف اي ثينك البومبه دغيا كتنشف اوكي جايز قرينا القرعه وقال لك كتنشف 15 دقيقه دونك واحد 15 دقيقه ونعاودو نصوبوه سو انا جبت هاد انصاري كندير كلشي بالليل حيت راه ما صافي ما بقيتش قاده بغيت غدا الصباح يكون بيتي واجد صوري ما يكون ناقصني حتى شي حاجه سو يا انا مضطره اني ندير هادشي بالليل سو كاينين جوج طابلويات كاين جوج طابلويات كاين هذا وكاين هذا قلنا داكشي اللي غادي يجيني مع داكشي اللي ديجا شريت قلت ندير هذا الكبير كله سيلفر ياك وندير هذا الصغير نخليه بيض وندير فيه قلب احمر لا حتى هو غيكون سيلفر وسط منه قلب احمر لا انا ديال اللون في وسط اللون ما كيجيش اللون في وسط اللون ما ادريش اللون في وسط اللون اصلا انا صعيب تخدمي بسبراي حنا نشوف هادي تشوفي هذا مصحوب هذا اللون سوا غادي نخدمو بنفس السبراي اللي بقات لينا قبيله راه ما بقاش فيها بزاف عرفتي حاسه بها باقي حتى لحد هنا دونك يا ربي غير تقدمي الا قدتنيش غادي نختار شي حاجه 20 سنتيم بعدي 20 سنتيم 10 20 ما نعرف 10 بحال 20 يا yeah. نزربش لا هاكا جيبي نزربش نزربش حاجة قرب الكاميرا ما جاش سيلفر جا بحال رمادي راه غينشف متأكدة كعوراتها شوش دارت بيديها عندي احساس غتجي زوين دابا الا شديتها وقلبتها ملي جبت الدموع هكاك زوينه اش ضحكتي انا ديال هادشي كيكون غير ضحكتها تتولي مغيبه صافي غنحطوها هنايا وغنخليوها تنشف داكشي راه داك راه مالناش الجناب واش حتى الجناب تيتصبغو اوف كورس سالات البومبا ما عندنا ما ندير ديري سمايلي نشو سمايلي بالبلو ديري سمايلي فيس بلو
ديرو تما داخل في وسط الاطار ولا خارج؟ ولا داخل في الاطار، حمقتيني. في الاطار صعيب بحال. ديري ديري شوفي، ديري الفم هو الاول، العينين والفم فهمتي، وعاد دوري. خاص الدوره هي الاول. لا صافي رسمي، ويلا ما صلحش صافي. رائع. الفم هو الاول؟ لا العينين وديرهم الفوق باش حول كنمو ديرو العين كبر كديري حول. اها ديري لي العيبات الابتسامه. لا ما ديري لي الابتسامه، الابتسامه ما غاديش زوينه. طويله غتجي زوين، ماشي طويله، ديريها غش بشويه حداها هكاك هكاك. اي 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 شتي ملي كتسمعي الهضره؟ شوف الوجع وجه ولكن ارتستيك. اه ترى انا ما عندهم مو بلا شي صلاه راس بجوج. معليش كي كان هادشي والله هادشي كنت تشري مزبره الفلوس. تغاوتو حبيبي خصها تصور هاد النقطه، قطعت هادشي ما صوراش يدك حلوه ماشي انا وقلت لك قطعتو في فاسيل وحق الله. انت يدك حلوه والله خاصه يدك بنتي حلوه، انا غايبه غير سبعه حلوه ولا وعندك الضب يدك حيت مضيت الموس والله يحفظ. وهذا هو يا شكون باش قطعي الموس ديال الجريال ماشي الموكيت ديال البري. زوين ياك؟ اه ما شاء الله. تاع تاع الموس، حنا ما عندناش الوقت باش نصبغوا. That's we gonna make it work. اي بان البيت زوين. دابا واش دابا خص الريدويات يتبدلوا ياك؟ انا هاد البوله هادي بعدا اول حاجه خصك تحيد دابا. انا راح نكبر. ناري اي هيت ات. شويه الضو ديال الصفر. اوكي جايز، سو هذا هو البيفور. هكا كان البيت بروينتو بكل شيء ليه. صافا هو دابا غنوريكم الافتر. اوكي جايز، سو دابا لي وريتكم البيت كي جون، غادي ندير لكم روم تور، هي بقات لي اخر حاجه، وملي نسالي الروم تور غادي نمشي نوريكم البيت اللي ليه وهذاك اللي درتو فيلمين روم. اوكي سو نبدا باول حاجه اللي هي الناموسيه. هذا انا عارفه المره اللي فاتت فاش درت الفيديو ديال بيتي كلشي بقى تيسولني منين خديتيه. هذا راه تلقاوه في ايكيا ولا كيطيب بجوجهم فيهم. عندنا هنايا درت هاد المخدات، درت وحده هكا وحده هكا. غنخلي لكم الانسبو هنايا اللي كنت عطيتها باش دارت لي بحالهم. هادي بايده وير واحد البنيته تكون قدي ولا صغر مني وكديرهم بيديها، راه كتشي كامل دارتو هي بيديها. غنخلي لكم لاباج ديالها هنا، وغادي نخلي لكم اللين في الديسكريبشن. من عندها هادو، وخديت هادي هاد الزربيه، وخديت هادي ديال سمايلي فيس لايك هي صوبتهم بيديها كاملين. الا كنتي كتفرجي في هذا الفيديو تبارك الله عليك داكشي طلع فن صايا. اوكي سو ملي كنجيو هنا كنلقاو هذا اللي كان عندي ديجا، كان عندي هنا درت قراصاتي لايك انا اوبسيست بالقرارص كنحمق عليهم. هنا كاين بزاف ديال النظاظر اللي ما كنستعملش ديك كنلبسو ميه الا كنت لابسه شي حطه مفشنه صايا. هنا كاينين واحد لي بيجو هنا ما غاديش تبغيو تشوفوا شنو كاين حيت كاين بزاف ديال التخربيق، كاع داكشي ديال شعري اللي سير البوكلير وكاع داكشي. سو هذا هو اللي وريتكم دابا. وحده هنايا كاين الماريو، عرفتوه اللي كان هنا راه ديجا شفتوه، جبتوه هنايا لهاد البلاصه. اي ثينك ذيس از بيرفكت فور الماريو لايك جا واعر هنايا. وهنايا حداه وهنايا كاين البيرو، هنايا دايره لي بيجو المشطا داكشي اللي كنحتاج كل نهار. هنا عندي كتوبه اللي كنكتب فيهم بعض المرات الا طاحت عليا شي ايدي اليوتيوب، شي ايدي ديال اوتفيت، شي حاجه هكا غادي تنفعني كنديرها هنا. هنا حطيت هذا حيت بغيت
نصور به الانستغرام من دابا شويه داكشي اش حاطاه، اما سينو كنديروا ليه في داك المجر. هنا عندي هادو ماشي ديالي، هاد البيسي وهاد الهيدفون سوني ماشي ديال هادو ديال اختي، obviously I can't afford them yet. هنا دايره واحد النظارات حيت عجبوني واحد الكاسك هكا جاو مستولين. هنا عندي ترايبود اللي كنخدمها في الدار ولا كنخرجها معايا، وكاينه مرايه حيت انا كندير مكياجي بعض المرات. هنا دايره سكين كير حيت اول حاجه حيت ملولين، وثاني حاجه حيت كنستعملهم. وهادو بيلات كيشعلوا باللوان، حتى هما خدامين بالحجر كيشعلوا باللوان. ما تسولونيش فين خديتهم حيت جابتهم لي خالتي من برا، دونك ما عرفتش هنا كي فين كيتباعوا الصراحه. هنا عندي هاد ليبستيك هولدر ولا اورجنايزر دايره فيه عمرش بهدا ما دارت هادشي، لايك اغلى ليبستيك وارخص ليبستيك في الدنيا، لايك عادش دايرهم كلهم بلاصه واحده ولكن عجبوني. صحيح هنا كاينه بوله بحال هذيك اللي هنا، وهنايا دايره حوايجي، تما كاينين حوايج اختي، هنا كاينين حوايجي كاملين ما غاديش نحلو حيت اوبيسلي انا ما مطوينش. نجيو هنايا كاينه هاد لي زيتاجير ولا ما عرفتش شنو سميتهم، المهم راه فيهم الروايض كيتحركوا، كانت خرجتهم ليا ماما اي ثينك من مرجان واقيله. صحيح البلاصه الاولى في دايره فيها لي ماسك وداكشي ديال سكين كير، البلاصه الثانيه دايره فيها داكشي ديال شعري الهير كير سيلف كير كاع داكشي كامل لي لانجيت، والتحت دايره المكياج. هادشي اللي كاين هنايا. وندوزو دابا لهنا، باي ذا واي هنا علقت شي سايكان عندي، وهنايا هادي راكم شتوني ملي خديتها، شتي خديتها من الولجة ب 350 درهم. هنا غادي تلقاو الكرسي اللي خديته من الولجة داير 450 اي ثينك، يا 450. وهنايا هاد البلانط ديجا كانت عندي، كنت خديتها من الرباط سانتر من هاديك قولوا لي كيتايا اللي كاينه تما ولا معتهم شي حاجه، المهم داكشي اللي كيبيعوا فيه ديكوراسيون ديال الدار، خديتها بشي 800 درهم يمكن هادي شي عامين دابا. وشريت لها هاد هاد الفاز من الولجة حتى هو خديته بيبي بينك، جا زوين مع البينك ديال هنايا، وخليتها نيت بهذيك المحبقه وخليتها لداخل جات زوينه. وهنايا غادي نجيو نلقاو العلاقه، كنت خديتها في واحد البلوغ اللي فاتت، خديتها ب 300 ولا 350، لا يمكن 300 ولا 350، المهم هذا هو الثمن ديالها. هكا دايره كلها سيلفر زوينه بزاف، خديتها من السويقه ديال الرباط. وهنايا جيت علقت هاد التوت باغ هكا برم هكا دايره لاغابيل زعما ديال لي كارو ديال هنا وديال هنا. وقالت لينا اخر حاجه اللي هي الحفيره، الحفيره خديتها ب 30 درهم المترو من عند مول الزرابي، واحد مول الزرابي الناس ديال السله راه كاين في سوق التوب، سوق التوب داك الصف داك الشارع راه كاين واحد كيبيع الزرابي وكيبيع الحصاير. صاي خديتها بينك حيت اوف كورس جات تفنه مع الصفر ومع داك الشيء. واخر حاجه هي سمايلي فيس، راه قلت لكم خديتها من عند البنت اللي صوباتهم ليا بيديها هما والمخاد، انا نعاود نخلي لكم لاباج هنايا. وباي ذا واي راه الثمن على حساب انتي شحال بغيتي فيها، مثلا راه تقدروا ديروا تقدروا ديروها دايره غير حتى لحد هنا، حيت هي كتقول لكم شحال من متر بغيتو فيها زعما شحال من سنتيمتر، تقدروا تختاروها غير صغيره ولا تقدروا تختاروها كبر من هكا كاع، المهم على حساب المتراج كيكون الثمن. اوكي جايز هذا هو البيت الثاني اللي قلت لكم غادي نديرو فيلمين روم، سو هذا خويته حيت كاع داكشي اللي كان فيه الناموسيه وداكشي كامل. اوكي سو غادي تلقاو بزاف ديال الحوايج ما جاوش مع بعضياتهم، ولكن انا نقول لكم علاش، على واش كل حاجه سيت اب، يعني مثلا هذا وهذا سيت اب واحد. تخيلوا مثلا الكاميرا هكا حيت انا كنصور ريلز وتيك توك، تكون التليفون هكا ولا انا قلب التليفون مثلا هكا غادي تجي، غادي زوين هذا وهذا وانا هنا القدام ياك، وهنا حتى هو نفس البلان غادي تجي بحال هكا يو نو، غادي تجي زوينه. شوفوا واش اللي كيبان من تما، وهنا الرينج لايت حطيتو هنا حيت غادي نحتاجو في اي حاجه. هذا الشيء ما ديوش عليه حيت مازال ما صايبتوش، راه قلت لكم هنا مازال ما كمل زعما 100%، مي سو فار سو غود. انا ما وريتكمش هذا الشيء اللي صبغت البارح، شوفوا شحال جا زوين، جا واعر من غير هذيك اللي خسرت، مي جا زوين ما شفتو من البعيد كي جا كي
كيبان الفن وديك البريون اللي رشيت فيه كيحمق. وتلج هادي صغيره جات عين كبر من عين ولكن ماشي مشكل، ما نساوش السينياتور ديالي. وهذا هو السلوم اللي صبغت، باي ذا واي راه ما قدتنيش سبراي سو صبغته غير من هنا وانا ما صبغتش ولكن ماشي مشكل. فاش درنا له هانك بان على مزيانات ويختار. I can't believe بلي هذا بيتي دابا. Like what? هادشي اللي كاين. I hope الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. I hope تكونوا enjoyed اختي. Thank you so much for watching. Please رجعوا في الفيديو الجاي. See you in my next video. I'm sorry على هاد الصفات من الصباح وهي كتبان ولكن ما عندي ما ندير فيه البرد. See you. Bye.